في خبر الحين يا ريم، وانا للامانه يعني ما استغرب هذا الخبر، لانه في بعض الاحيان الواحد يعني يشوف اشياء جدا غريبه. طبعا في اغنيه نزلت يمكن من فتره، والاغنيه هذه يمكن انا واحده من الناس اللي علقت عليها وعلى الكلمات حقتها اللي شوي يعني حسيتها شوي غريبه. اسم الاغنيه مسيطره، اكيد قد سمعتيها ريم. أكيد طبعا كلمات الأغنية تقول مسيطرة همشيه مسطرة وما أدري إيش. المهم طبعا هذه الأغنية يا جماعة الخير تسببت في طلاق زوجين في ليلة زفافهم، وفي تفاصيل هذا الخبر أقيم زفاف في أحد مدن العراق، وقامت العروس بطلب أغنية مسيطرة، وهنا طبعا بدت القصة حين تضايق كل من العريس وأهله أكيد يعني، وهذا شيء طبيعي، لكلمات الأغنية واللي تعتبر مسيئة له ولرجولته، وأنا أتفق معاه وأهل الصراحة. طبعا بدأت مشادة كلامية بينهم وانتهت بطلاقهم في ليلة الزفاف. يعني ما ادري شو اقول. لا لانه صراحه الوضع زاد، يمكن احنا شفنا بيسووا كذا ترند انه واحده تكون مع زوجها تقوم تشغلها وتصور يعني وكذا يعني، وهو تشوف راي ورد فعله. تطور الترند الى حاجه ما هي كويسه، يعني انه كانت لعبه انك تحطيها في فرحك، ليش؟ انت داخله الحياه بهذا المبدا وتبغى توريه للناس. يمكن كانت هي بتمزح، بس المزحه ما كان وقتها او انه ما كان المفروض انها تحصل يعني، لانه بحكم انه ترند عارفه، فحبت انه هي كمان تسوي ترند في زواجها. حزينه جدا انه انتهى الموضوع زي كذا. والله مو بحزين يعني. يا ريم والله يعني مو بحزين، انا احس انه شر البليه ما يضحك. يعني معليش اذا انت انسانه يعني واضح انها مو عاقله، صغيره مو عاقله، اذا يعني هذه خيره، لربما خيره، لانه اذا كذا يعني ما عرفت انها تتحكم في تصرفاتها واختياراتها، خلينا نقول في الوقت والقدام الناس، يعني لو بينها وبينه افهم مزحه ضحكه وات ايفر ميانه يعني نسميها اللي تتسمى، لكن قدام الله وخلقه واكيد اهله وله هيبته وله اسمه ورجل مقبل على زواج، يعني ما اعتقد انه انسانه كذا حتشيل بيت وعياله حتكون يعني حتى احسبر الموضوع. أحس ترى كانت مزحه يعني، كمان هو كان اوكي ازعل، بس انه ما توصل لدرجه الطلاق صح؟ ما ادري والله ما ادري يعني الناس تختلف. فعلا نعيش ونشوف، ولا هو يمكن كمان نرجع نقول خيره، لانه يمكن هم شخصياتهم الاثنين ما تصلح مع بعض، هي مزحها ثقيل وهو ما يتقبل ممكن. عموما مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم، ولكن بعد الفاصل.